السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام ضمن سلسلة متابعتنا الإخبارية المستمرة بشأن العدوان والحرب على غزة. نناقش اليوم المفاوضات بشأن هدنة وتبادل الأسرى وسط اتهامات لإدارة بايدن بالتماهي مع إسرائيل وعدم محاسبتها على جرائمها ضد سكان قطاع غزة. سيكون معنا في هذه التغطية عبر سكايب من الضفة الغربية مدير معهد الأبحاث التطبيقية جاد إسحاق، وعبر سكايب من الضفة الغربية أستاذ القانون الدولي الدكتور رائد بدوية، وعبر الهاتف من رام الله الصحفية الفلسطينية أسماء هريش. سيلتحق بنا إن شاء الله أثناء هذه التغطية الصحفي الفلسطيني وسام عفيفة. أهلا ومرحبا بضيوفنا الكرام وبمشاهدينا. هذه سنذهب إلى فاصل قصير ولنا عودة بإذن الله. أجدد التحية لكم مشاهدينا الكرام ولضيوفنا في هذه التغطية المباشرة من قناة الرافدين الفضائية. مرحبا بكم أستاذ جاد، أبدأ معكم في اليوم 22 بعد 100 للعدوان على قطاع غزة. كما تعرفون أن الغارات تركزت على خان يونس جنوبي القطاع، ولكن لو تحدثنا عن مصير الشعب الفلسطيني أستاذ جاد، هل نتنياهو ماض في خطته لإزاحة الفلسطينيين إلى الحدود؟ هل تعتقد ذلك؟ أولا شكرا على الاستضافة. ثانيا أود أن أقول أن نتنياهو يتلاعب مع الطرف الأمريكي والطرف القطري والطرف المصري. هو يريد أن يمدد الحرب إلى أطول مدة ممكنة، غير آبه بقرارات محكمة الجنايات الدولية، وغير آبه بالضحايا وتزايد الأعمال الوحشية التي يقوم بها إسرائيل في غزة وفي الضفة الغربية. هو يريد أن يحقق شيء من خلال أولا فرض على مصر أن يكون هناك تواجد إسرائيلي على معبر فيلادلفيا، وهذا الأمر نعم مصر حتى الآن تقف ضده بشكل واضح وصريح، ولكن هذا ما تسعى إلى إسرائيل. ثانيا الجرافات الإسرائيلية حاليا تعمل على إقامة منطقة عازلة تفصل أكثر من 30% من مساحة القطاع لتكون منطقة عازلة، بينما هذه المنطقة هي في الحقيقة هي سلة غذاء قطاع غزة، ستنهي أي إمكانية لإعادة إحياء القطاع الزراعي في غزة، وبالتالي أي استدامة لأي شيء في القطاع. فهذا ما يسعى له، وهو يقوم بإرسال رسائله إما شخصيا مباشرة مع أمريكا من خلال تصريحه الذي قال فيه أنه لا يؤمن بحل الدولتين ولا يوافق على دولة فلسطينية، ويقوم بدفع سمودريتش وبن غفير لاتخاذ خطوات. كما قال بن غفير أن إسرائيل ليست إحدى ولايات الولايات المتحدة، وهو ضد إقامة دولة فلسطينية، وسمودريتش قام بمنع إعطاء أوامره للبدء ب 7000 وحدة سكنية في القطاع لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، وبالتالي قتل أي إمكانية لحل الدولتين. طيب دكتور رائد، بعد هذا العرض الذي شرحه لنا الأستاذ جاد، دكتور بالنسبة إلى مدينة رفح، يعني ما خطورة توجه الاحتلال لشن عمليات عسكرية فيها على الرغم من تركز أعداد كبيرة من النازحين في هذه المنطقة الجغرافية؟ مرحبا لك ومرحبا لضيوفك ولمستمعيك. أنا بعتقد أنه الذهاب إلى رفح هذا يعني الذهاب إلى الترحيل القسري للسكان الى سيناء المصري.
وإلا إذا كان هدف الاحتلال أو سمح الاحتلال لعودة السكان من رفح عودة إلى الوسط القطاع غزة أو إلى الشمال، وهذا يعني مش مبين إنه هو يريد أو يرغب بعودتهم إلى الوسط أو عودتهم إلى الشمال. فأنا بعتقد الذهاب إلى رفح حاليا اللي تجمع فيها تقريبا ما يقارب 1 مليون نسمة، هذا يعني إنه مخطط التهجير القسري خارج وتفريغ القطاع من السكان ما زال هو نية مبيتة لدى الاحتلال. وكما أعلن عنه بن غفير امبارح أو امبارح في إحدى مقابلات مع الصحف الأمريكية، وهو ولكن بن غفير يسمي ذلك هجرة طوعية، ولكن الموضوع مش هجرة طوعية، هناك سلوك حربي إسرائيلي عسكري طارد للسكان، هناك تهيئة لظروف طاردة للسكان من حيث الاحتياجات الإنسانية، من حيث الرعاية الصحية وما إلى ذلك يمنع ذلك ويعيد ذلك. فأنا بعتقد أنه أي عمل عسكري قادم باتجاه رفح هذا يعني الذهاب إلى الترحيل القسري. ما أعتقدش أنه حاليا يعني حسب ما صرح وزير الحرب الإسرائيلي، يعني صرح قبل يومين أنه الهجوم على رفح مؤجل إلى حين إتمام الصفقة، وكان تصريحه واضح في هذا الموضوع. فأنا لا أعتقد أنه الاحتلال حاليا سيهاجم رفح إلا بعد ما نشوف نتائج صفقة الأسرى أو الإطار باريس اللي تم التوافق عليه في باريس، واللي حتى اللحظة يعني الأطراف تختلف في شأنه. هناك تسريبات إعلامية من حول أن حماس تطلب ضمانات دولية، هناك أيضا تصريحات من وزراء في الائتلاف الحكومي جزء منهم ضمانات دولية بوقف إطلاق النار؟ نعم، هناك تسريبات إعلامية أنه حماس ستوافق على إطار باريس ضمن شروط معينة، منها ضمانات أنه تنتهي هذه المفاوضات أو تنتهي هذا الصفقة في إنهاء العدوان على قطاع غزة. هلأ شكل هذه الضمانات والطرف المطلوب منه تقديم الضمانات هذا موضوع لسه ما يعني ما بين حتى اللحظة. تنضم إلينا الصحفية الفلسطينية من رام الله الأستاذة أسماء هريش. أستاذة أسماء مرحبا بكم. يعني فجر اليوم اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتونيا وكذلك قامت بمداهمة مخيم العين، كيف بدأت الأحداث وإلى ما انتهت في كلا الموقعين أستاذة أسماء؟ نعم، يعني نتحدث منتصف هذه الليلة اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله، وهذا الاقتحام يأتي أيضا بعد ساعات من اقتحام أيضا مساء أمس، وعلى مدار 3 أيام تتعرض بلدة بيتونيا لهذه الاقتحامات خلال ساعات النهار وأيضا خلال ساعات الليل. في هذه الليلة اقتحمت قوة من جبهات الاحتلال وتمركزت في موقعين داخل المدينة وقامت بمداهمة عدة منازل، وقامت أيضا باعتقال أحد الشبان من مكان عمله في بلدة بيتونيا. بالإضافة إلى ذلك اندلعت مواجهات إثر هذا الاقتحام بين الشبان وقوات الاحتلال، وقامت قوات الاحتلال بإطلاق قنابل الغاز باتجاه المواطنين ويعني باتجاه منازلهم، وهذا الغاز هو الغاز السام اللي أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق، حتى يعني إنه تم استنشاقه وهم داخل منازلهم في بيوتهم في منتصف الليل. بالإضافة إلى ذلك نتحدث يعني كون أيضا موقع بلدة بيتونيا هي بقرب سجن عوفر، وهي الطريقة التي تؤدي لاقتحام قوات الاحتلال حتى لمناطق مدن وقرى في داخل مدينة رام الله، وبالتالي امتد هذا الاقتحام وتعدى يعني من داخل مدينة بيتونيا. أيضا اقتحمت قوات الاحتلال لعدة قرى في رام الله منهم بلدة بيتين شرق مدينة رام الله
وأيضا داهمت عدد من منازل المواطنين وعرف اعتقال الشاب وهو الأسير المحرر أيضا أحمد رابعة، بالإضافة إلى اقتحام بلدة سلواد التي باتت يعني على مدار عدة أسابيع منذ 7 أكتوبر حتى تشهد اعتقالات واسعة وتنكيل بحق المواطنين، حيث اقتحمت قوات الاحتلال عدد من منازل أيضا حق الأسرى في سجون الاحتلال، وقامت باعتقال ما يقارب 5 شبان من داخل البلدة. بالإضافة إلى السيدة، وعرف عن تعرض عدد من المواطنين للضرب المبرح من قبل جنود الاحتلال. طيب أما أستاذ المخيم نعم تفضل ياكملي باختصار. فيما يتعلق أيضا بمخيم العين، حيث مع ساعات فجر اليوم في مدينة نابلس اقتحمت قوات الاحتلال هذا المخيم، وأيضا قامت باقتحام عدد من منازل المواطنين، واعتقلت شقيق أحد الشبان التي تصف قوات الاحتلال أنه مطلوب ومطارد بالاحتلال، فقامت باعتقال شقيقه من أجل الضغط عليه لتسليم نفسه، وهذه باتت سياسة يستخدمها الاحتلال في كل مرة يستحق منازل المواطنين ولا يجد الشخص المطلوب، يقوم باعتقال إما شقيق أو والد أو حتى والدة وشقيقة أو زوجة الشخص المطلوب من أجل الضغط عليه لتسليم نفسه. أستاذ جاد، الاحتلال يروج ويزعم يروج للهجرة الطوعية، بينما الهجرة كانت وتكون قسرية كما تفضل الدكتور رائد بدوية، ولكن هل أهداف حكومة الحرب في الكيان المحتل باتت واضحة وهي تهجير الفلسطينيين إلى سيناء؟ هذا يعطينا مفهوم أن هناك تفاهمات للسيطرة على محور فيلادلفيا. نعم، هذا ما تسعى له إسرائيل، هي تحاول بأي شكل من الأشكال لتنفيذ الهجرة القسرية، ولذلك أنا أناشد الحكومة القطرية والحكومة المصرية أن يتضمن إطار العام لاتفاق باريس 3 قضايا رئيسية. القضية الأولى هي منع أي محاولات للهجرة القسرية. 2، الحفاظ على حدود قطاع غزة كاملة كما كانت قبل 17، وبالتالي المطالبة بوضع إطار زمني لانسحاب كافة القوات الإسرائيلية من القطاع. وثالثا، يجب أن يكون هناك ضمانات من الأطراف التي تقوم بهذا الاتفاق لأن يكون هناك مرجعية دولية لتطبيق ما تم اتخاذه من قرارات من قبل محكمة الجنايات الدولية. دكتور رائد، يعني لنأخذ جانبا من ما تقوم به المقاومة الفلسطينية، المقاومة يعني أعلنت أنها سددت ضربات جديدة لقوات الاحتلال، أوقعت في ذلك العديد من القتلى والمصابين وأيضا خسائر في المعدات. تعتقد أن هذه الضربات تشكل عنصر ضغط على متخذي القرار داخل الكيان المحتل؟ بالتأكيد، يعني فشل الحملة العسكرية والاعتداء على قطاع غزة حتى اللحظة في تحقيق أي هدف عسكري، هذا كان سببه مناعة المقاومة الفلسطينية. وطالما أن الفلسطينية قادرة على الصمود أكثر وقادرة على إحداث خسائر بشرية أكثر في الجيش الإسرائيلي، إضافة طبعا لورقة الضغط الرئيسية اللي هي موضوع الأسرى الإسرائيليين، أعتقد هذا كله من شأنه أنه يضعف الجبهة الإسرائيلية الداخلية، وهذا بين نتائجه من حوالي 2 شهر وأكثر. بدأت هناك حراكات في داخل الشارع الإسرائيلي، سواء حراكات مدنية من قبل أهالي الأسرى، وانضم إليهم لاحقا أحزاب سياسية معارضة، وحتى أعضاء من مجلس الحرب الإسرائيلي انضمت لمظاهرات أهالي الأسرى. يعني جانس شفناه قبل حوالي 1 شهر أو أقل، شفناه وهو عضو مجلس حرب انضم لنتنياهو بعد 7 أكتوبر، شفناه في مظاهرات مع أهالي الأسرى. أنا بعتقد يعني كل هذه الخسائر، عدم تحقيق إنجازات عسكرية مع خسائر بشرية مستمرة، طبعا لأسباب أخرى كمان في الداخل الإسرائيلي، منها الاقتصاد ومنها أن نتنياهو يقود الدولة لمصالحه الشخصية ومصالحه السياسية ومصالح أحزاب اليمين، وتأثير أحزاب اليمين المتطرف الإسرائيلي على قرارات الحكومة، كل هذا يشكل عامل ضغط، وشكل عامل ضغط في الجبهة الداخلية الإسرائيلية، وكل من شأنه أن يضغط على حكومة الاحتلال
من أجل الذهاب إلى صفقة أسرى. أعتقد حتى نتنياهو نفسه يعني بلش يحكي عن موضوع الأسرى من فترة قريبة على أساس أنها أولوية من الأولويات، ولكن الخلاف الداخلي الإسرائيلي ما بين أعضاء مجلس الحرب والأحزاب السياسية عموماً إنه هاي الأولوية الأسرى الإسرائيليين، هل هي أولوية مقدمة على وقف العدوان أم تلي موضوع الأهداف اللي أعلنتها الحكومة اللي هي القضاء على حركة حماس وما إلى ذلك. يعني جانس شفنا موقفه اللي هو عضو مجلس حرب إنه أولويته عودة الأسرى أحياء. شفنا لبيد لسه موقف متقدم في المعارضة يقول عودة الأسرى الإسرائيليين أحياء حتى لو أدى ذلك إلى وقف العدوان على قطاع غزة. أنا بعتقد كل هذه العوامل الداخلية الإسرائيلية ساهمت ب بدناش نقول خضوع حتى اللحظة، ولكن إسرائيل مضطرة أن تذهب إلى التفاوض في صفقة أسرى، ومضطرة أحيانا أن تتقبل أي شروط من قبل حماس لموضوع الصفقة وإتمامها. أستاذة أسماء، يعني جيش الاحتلال قرر تسيير دوريات في نقاط الاحتكاك في الضفة الغربية، تداعيات ذلك على المقاومة في تلك المنطقة في الضفة الغربية ما هي؟ نعم، يعني نتحدث منذ 7 أكتوبر حتى اليوم، الضفة الغربية يعني تشهد تطور واستمرار لوتيرة العمل المقاوم، وبالتالي ارتفاع عمليات المقاومة في الضفة الغربية كافة. يعني قبل 7 أكتوبر كنا نشهد العمل المقاوم في يعني معظمه في مدن شمال الضفة الغربية، في جنين وفي نابلس وفي أيضا طول كرم في مخيمات هذه المدن، إلا أنه منذ 7 أكتوبر حتى اليوم نشهد امتداد هذا العمل المقاوم لكافة مدن الضفة الغربية، منهم يعني مؤخرا كان هناك اشتباكات مسلحة في مدينة رام الله من قبل المقاومين إثر تصديهم لاقتحام قوات الاحتلال لمدينة رام الله. بالإضافة إلى ذلك في نتحدث عن مدينة قلقيلية وتحديدا أيضا بلدة عزون التي تشهد اقتحام تقريبا شبه يومي في يعني على مدار الشهر الأخير، وبالتالي نتحدث أن هناك ارتفاع في العمل المقاوم في كل الضفة الغربية، وبالتالي الاحتلال يعني يحاول أن يسيطر على هذا العمل المقاوم، على تطور وامتداد العمل المقاوم من الشمال إلى جنوب وأيضا إلى وسط الضفة الغربية. يعني نتحدث منذ بداية حتى هذا العام تحديدا، بداية العام الجديد 2024، نتحدث عن ما يقارب 569 عمل مقاوم نوعي وشعبي، منهم يعني 70 عملية إطلاق نار من قبل المواطنين، وبالتالي هذا يعني الاحتلال يعتبره مؤشر خطير عن امتداد العمل المقاوم، وبالتالي يهدد باقتحاماته، وبالتالي هو بات يعني يشعر بالخطر الشديد أولا على أمنه إثر اقتحامه لهذه المدن وأيضا على المستوطنات وعلى المستوطنين، وبالتالي يحاول تأمين هذه المناطق بتكثيف الاقتحامات أو بتكثيف وجود حواجز عسكرية في هذه المناطق أو وجود دوريات واختلاق نقاط جديدة وتفتيش جديدة. بالإضافة إلى ذلك هو يعمل على أيضا التنكيل بالمواطنين إثر مرورهم وتنقلهم بين مدن الضفة الغربية، يعني هناك ساعات يقضيها المواطن الفلسطيني على هذه الحواجز من أجل التضييق على المواطنين، وبالتالي يمارس يعني نتحدث لسياسة العقاب الجماعي اتجاه المواطنين، سواء المواطنين الذين يعيشون في داخل المخيمات اللي تشهد عن ارتفاع العمل المقاوم أو حتى عن باقي المدن وعن تنقل المواطنين بين هذه المدن. وفي المقابل نتحدث يعني عن ما يقارب 63 شهيد منذ بداية هذا العام. نعم. في الضفة الغربية، وهذه يعني نتحدث عن عدد موازي للعمل المقاوم، وبالتالي الاحتلال حاليا يشعر في ظل حدوث أي خطر أو يشك أن هناك اشتباه في عملية يعني عملية مقاومة يقوم بإطلاق النار أو بعمليات الاعتقال، وقبل ساعات من الآن قامت قوات الاحتلال بإطلاق النار على الشاب وديع إعليان قرب بلدة العزارية شرق مدينة القدس المحتلة. لا. كما يزعم يعني إثر قيامه بمحاولته تنفيذ عملية طعن. نتحدث عن هذا الطفل وديع إعليان الذي يبلغ من العمر 14 عاماً،
وهو ابن عم الشهيدين بهاء عليان وأحمد عليان من بلدة جبل المكبر. وبالتالي بات الاحتلال هو يشعر في قلق شديد من تطور العمل المقاوم وتخوف شديد، وبالتالي يمارس يعني كل عمليات الانتهاكات والاعتداءات بحق المواطنين منهم أيضا النساء والأطفال. طيب أستاذ جاد، الكل يجمع على أن الحكومة الإسرائيلية منذ السابع من تشرين الأول أكتوبر الماضي وحتى هذه اللحظة تعاني من الاضطراب. الدليل في ذلك بأنه القناة 12 العبرية تتحدث عن 540 جندي من الاحتلال أصيبوا بالخطأ منذ بدء العدوان ومنذ بدء معارك غزة. تعتقد أن موضوع الاضطراب والتذبذب انتقل من الحكومة الإسرائيلية حتى وصل إلى أفراد الجيش الإسرائيلي أستاذ جاد؟ نعم، هناك توجه واضح وصريح في داخل الشارع الإسرائيلي أن نسبة الأعداد التي تقتل من قبل خلينا نسميها نيران صديقة ترتفع. هذا يظهر أن الجندي الإسرائيلي يقاتل المجهول، يقاتل الأشباح، يقاتل مقاومين عندهم جبروت مميز. ولكن في الأيام الأخيرة بدأنا نلمس أن هناك توجه ليس فقط بالنسبة للمخطوفين، ولكن أصبح هناك مطالب شعبية في داخل إسرائيل تقول بضرورة إجراء انتخابات جديدة. وهذا أكثر ما يقلق نتنياهو. أي انتخابات ستجري؟ حزب الليكود لن ينال أكثر من 14 صوت من أصل 32 اللي هي الموجودة حاليا، وبالتالي فهو يخشى على أن أي انتخابات ستؤدي به إلى المحكمة، وبالتالي فهو يحاول المستحيل لعمل شيء، ودفع بشجع أعضاء من الوزارات والأعضاء البرلمان التابعين له لعقد مؤتمر مضاد في التاريخ 28/1 اللي هو مؤتمر ترانسفير أو مؤتمر إعادة الاستيطان في قطاع غزة. حضروا 12 وزير و15 عضو كنيسة. فنلاحظ في امبارح واليوم أن أطلق العنان لبن غفير ليتم استضافته على القنوات الغربية، بينما هو إنسان إرهابي معروف ويجب أن لا يسمح له بإطلاق مثل هذه التعابير. وقرار المحكمة الجنائية الدولية كان واضح بالنسبة للتحريض، هو يقوم بالتحريض. وعندما تقدم إسرائيل تقريرها بعد شهر من إصدار قرار المحكمة الجنائية الدولية، يجب أن تقوم حكومة جنوب أفريقيا بوضع جميع المخالفات التي قامت بها إسرائيل في هذا الوقت. أريد أن أقول بالنسبة لموضوع الضفة الغربية، وأنا أناشد الإخوة في حماس من خلالكم أن لا يربطوا موضوع اتفاقية الإطار فقط بقطاع غزة، وأن يصروا على أن الضفة والقطاع هم وحدة جغرافية واحدة. وبالتالي إذا ما كانت هدنة في القطاع فيجب أن تكون هناك هدنة أخرى في الضفة الغربية. ووقف الانتهاكات اليومية للإسرائيلية والاقتحامات في كافة المناطق. دكتور رائد، الاحتلال يتحدث عن منطقة عازلة في الشمال، ما مدى واقع هذا الحديث على الأرض طبعا في ظل استمرار الاشتباكات في الوسط وفي الشمال؟ يعني الإسرائيليين بيعتقدوا أنه ضرورة وجود حزام أمني أو ما يسمى بحزام أمني في داخل مقتطع من أراضي قطاع غزة. الأمريكان عبروا عن رفضهم لهذا الموضوع، ولكن تراجعوا لاحقا وقبلوا هذا الموضوع إذا كان الأمر مؤقت ولمرحلة انتقالية متعلقة باستتباب الأمن فقط. ولكن كل التجارب الدولية اللي نفذ فيها حزامات أمنية من هذا النوع بالعكس هي زادت من توترات المنطقة. يعني في حالة انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة وبقاء هذا الحزام،
أو ما يسمى بالحزام العازل وما ما إلى ذلك، أعتقد سيصبح عرضة لهجمات المقاومة بشكل دائم. بالعكس، هذا بيسهل الهجمات على هذا الحزام. أنا لا أعتقد أن الموضوع موضوع دائم، إنما هو له علاقة بترتيبات أمنية انتقالية لحين الوصول إلى رؤية سياسية بعتقد أمريكية مع إسرائيلية فيما يتعلق بحكم قطاع غزة بعد العدوان على قطاع غزة. يعني هذا الحزام الأمني أو ما يسمى بالحزام الأمني، أنا لا أعتقد أنه فكرة ناجحة، ولا أعتقد أنه هو فكرة دائمة على الإطلاق، بل بالعكس هذا من شأن أنه يصعد أي هدن لاحقة أو أي وقف لإطلاق النار لاحق في قطاع غزة. فالموضوع موضوع مش أكثر من هو طمأنة، ممكن يكون طمأنة أيضا لمستوطنات الغلاف، حتى لأنه حتى اللحظة يرفض سكان المستوطنات الغلاف أو ما يسمى بإغلاف غزة، يرفضوا العودة على إلى مدنهم وقراهم. بعتقد هذا جزء من الخطاب الإسرائيلي أو الإجراءات الأمنية الإسرائيلية حتى يزيد الطمأنة إلى سكان هذه المستوطنات. ولكن مستقبل هذا الحزام معروف، هو لا يمكن الاستمرار به ولن يضمن أمن إسرائيل. أستاذة أسماء، كما تعرفين جرت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في عدد من المناطق في الضفة الغربية. المؤشر هنا أن هناك تغير نوعي للمقاومة في كل بلدات الضفة مع كل اقتحام. هل أشرتم ذلك أستاذة أسماء من خلال متابعاتكم الصحفية؟ نعم، يعني منذ 7 أكتوبر حتى اليوم مع كل اقتحام، خاصة يعني نتحدث عن اقتحامات باتت يومية خلال ساعات النهار والليل لمدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، ورغم التضييقات والانتهاكات واعتداءات الاحتلال على المواطنين، إلا أن المواطنين يعني والشبان والمقاومين يتصدون لهذه الاقتحامات كل بقدراته وإمكانياته ومن موقعه. فمع تقريبا مع كل اقتحام لأي مدينة ولأي مخيم في الضفة الغربية نتحدث عن اشتباكات مسلحة إثر هذا الاقتحام، عن تصدي المقاومين لهذا الاقتحام، وأيضا أو تصدي الشبان بالحجارة أيضا لهذا الاقتحام. وبالتالي بات مشهد يعني تصدي المواطن الفلسطيني أو الشبان للاقتحامات هذا مشهد شبه يومي، وهذا بات يعني الشعور انتماء للوطن يشعر فيه الشارع الفلسطيني. وبالتالي نتحدث يعني وكما هو ملاحظ خاصة في المخيمات في مدينة جنين وطول كرم ونابلس، أيضا الملاحظ مع هذه الاشتباكات المسلحة هناك تطور نوعي أيضا في الأسلحة المصنعة، العبوات المسلحة التي يقوم المقاومين بتفجيرها بآليات الاحتلال. آليات الاحتلال يعني باتت تقتحم تحديدا المخيمات بالجرافات المجنبرة التي تعمل على تدمير البنى التحتية والشوارع لهذه المخيمات، إلا أن المقاومين بالاشتباكات المسلحة يتصدوا لهذا الاقتحام، بالإضافة إلى ذلك بالعبوات الناسفة. عبوات ناسفة نتحدث عملية محلية الصنع تقوم لتفجير آليات الاحتلال. ويعني حدث ما يقارب الاقتحام قبل الأخير لمخيم جنين، أدى تفجير هذه العبوات بآليات الاحتلال إلى مقتل مجندة وهي بداخل هذه الآلية. وبالتالي نتحدث هنا عن تطور نوعي ملحوظ في العمل المقاوم وفي أيضا نوعية الأسلحة التي يستخدمها ويصنعها المقاوم الفلسطيني. وبالتالي هذا يعني يؤدي إلى أيضا كما تحدثت سابقا عن ارتفاع مؤشر العمل المقاوم في كل أنحاء الضفة الغربية وامتداده لجميع مناحي ومدن الضفة الغربية. وبالتالي يعني كان الاحتلال منذ بداية 7 أكتوبر حريص على تحييد الضفة الغربية عن غزة، وكان يحاول فصل مصيرها عن غزة، إلا إنه يعني المقاومين صدوا ويعني عملوا عكس ما هو
ومتوقع، وباسيا تتصدى للاحتلال في كل هذه الاقتحامات، ويثبت انه العمل المقاوم هو ممتد من غزه وحتى الضفه الغربيه وحتى القدس المحتله والداخل المحتل. وكما شاهدنا ايضا في بدايه هذا العام عن عمليه رعنان التي حدثت في داخل مدينه تل ابيب، وبالتالي هذا مؤشر خطير للمنظومه الامنيه الاسرائيليه التي تم اختراقها حتى داخل وسط تل ابيب. نتحدث عن شبان من الضفه الغربيه تمكنوا للوصول، وبالتالي رغم كل التضييقات والطوق الامني الذي يفرض الاحتلال على مدن الضفه الغربيه الا ان هؤلاء تمكنوا من الوصول. استاذ جاد، يعني هناك ربما تغير ملحوظ داخل قطاع غزة، يعني على سبيل المثال يعني عندما تنشر حركة حماس قوات شرطية تقدم رواتب يعني جزئية لبعض موظفي الخدمة المدنية في غزة بحسب ما ذكرته وكالة أسوشيتد بريس، ما الذي يمكن أن نفهمه من وراء هذا التغير النوعي بالنسبة إلى حركة حماس والمقاومة الفلسطينية بشكل أوسع؟ واضح جدا أن إسرائيل لم تستطع حتى الآن كما كانوا يريدون هو إنهاء حركة حماس. وحركة حماس حافظت على مؤسساتها وحافظت على قدراتها العسكرية والمدنية والشرطية، وتعمل الأمور في قطاع غزة رغم عدم وصول المساعدات ورغم القلة ورغم التدمير الكبير، إلا أن حماس ما زالت تسيطر على الوضع. وهذا يثبت بشكل واضح وصريح أن ما كان يخطط له نتنياهو لن يتحقق، وأن عليه أن يتقبل أن حماس هي جزء من النظام السياسي الفلسطيني، وأنه لا يمكن إنهاء أيديولوجية مثل أيديولوجية حماس، وعليه أن يتقبل أن تكون حماس جزء من النظام السياسي الفلسطيني في المستقبل. ولكن أريد أن أتطرق إلى سؤال سألتم قبل شوية للأخت بالنسبة للحزام الأمني. أريد أن أؤكد أن الحزام الأمني ليس له أي هدف استراتيجي عسكري. مساحة كيلومتر من البناء من الحزام لا تعني عدم إمكانية تخطيها من صواريخ أو من أي أمور عسكرية، وإنما الحزام الأمني هو عبارة عن سرقة أرض، قضم أراضي، بالضبط كما فعلت إسرائيل بالنسبة لجدار الفصل العنصري عندما حركت مسار الجدار بحيث تقضم 13% من مساحة الضفة الغربية، وهي من خلال الحزام الأمني في قطاع غزة تريد السيطرة على 30% من الأراضي. وبالنسبة لبيت حنون، نحن نتحدث عن أحسن منطقة زراعية هي سلة الغذاء لقطاع غزة. هم يريدون حرمان الفلسطيني في المستقبل من أن يكون له أي اقتصاد مقاوم أو أي اقتصاد قابل للاستدامة. هذا يعني، وبالتالي الموقف الأمريكي الذي كان يقول لا تغيير على مساحة القطاع، ثم عاد ليتقبل فكرة أنه هذا مؤقت، يجب أن لا نقبل بهذا المؤقت، لأننا نعرف أن المؤقت يصبح دائما بالنسبة لإسرائيل، وتبدأ المفاوضات المرضنية لمحاولة إعادة الأمور إلى ما كانت عليه. دكتور رائد، موضوع إطالة أمد الحرب بهذا الشكل الوحشي الذي يمارسه الاحتلال، حتى هذه اللحظة هناك أكثر من 27,000 شهيد وأكثر من 66,000 جريح. منظمات تعنى بحقوق الإنسان تتحدث عن 100,000 ما بين شهيد وجريح ومفقود. إطالة أمد الحرب يخدم أي طرف من وجهة نظركم؟ بعتقد يخدم نتنياهو شخصيا ومستقبله السياسي. نتنياهو ما بعد أدرك نتنياهو بعد 7 أكتوبر وفشل 7 أكتوبر، أدرك أنه كل استطلاعات الرأي بتقول أنه هو فشل سياسيا وستنتهي حياته السياسية، مش بس هو لحاله،
انما هو واحزاب اليمين المتدين الصهيوني سموتريتش وبنغفير، لدرجه انه احد استطلاعات الراي يعني لم يستطع ولم يتمكن حزب بنغفير من اجتياز نسبه الحسم، بمعنى لن يحصل على مقعد واحد لو اجرت الانتخابات العامه في داخل الكيان الاسرائيلي. فاستمرار العدوان هو مصلحه لنتنياهو نفسه شخصيا ومصلحه لاحزاب اليمين التي تدعو الى موضوع الاستيطان في غزة وما إلى ذلك والتهجير وما إلى ذلك. ويدرك تماما في اليوم اللي ستتوقف فيه العدوان على قطاع غزة ستقوم الأحزاب المعارضة، سينسحب جانس من الحكومة ومن مجلس الحرب، وستقوم هناك مظاهرات، لأنه أصلا هناك في انقسام في الشارع الإسرائيلي ما قبل 7 أكتوبر. يعني هناك أصلا انقسام ما بين أحزاب اليمين الصهيوني المتشدد وما بين أحزاب المعارضة أو ما يسمى بأحزاب العلمانية في داخل الكيان الإسرائيلي. نعم. بسبب البرامج التعديلات القضائية وما إلى ذلك اللي كان ينوي الحكومة القيام بها. فبالتالي وقف العدوان على قطاع غزة لن يخدم نتنياهو ولن يخدم أحزاب اليمين، إنما يعني خدمتهم سياسيا في الاستمرار. هلأ هذا يعني إنه هل ستتمكن أمريكا من الضغط على نتنياهو من أجل تجنيب مصالحه الشخصية ومصالحه السياسية ومصالح ائتلاف الحكومة من أجل وقف العدوان أو لا؟ أنا لا أعتقد إنه حتى اللحظة وصلت الإدارة الأمريكية لقناعة إنها تستخدم أدوات ضغط. حتى هل ممكن في حال فشل الصفقة الحالية، وكان الفشل بسبب موقف الحكومة الإسرائيلية، بعتقد ممكن بعدها إدارة بايدن أن تمارس نوع من الضغوط على إدارة نتنياهو من أجل وقف العدوان، خاصة أنه الإدارة الأمريكية تعتقد أنها منحت الوقت الكافي وأكثر من كافي للحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي لتحقيق أهداف. أصلاً الإدارة الأمريكية مقتنعة أن هذه الأهداف يعني غير ممكنة التحقق. وطبعاً هناك أسباب خلاف أخرى ما بين إدارة بايدن وإدارة نتنياهو في قضايا مختلفة، سواء الترتيبات السياسية على قطاع غزة بعد العدوان أو وجود السلطة الفلسطينية من عدمه أو حتى موضوع رؤية حل الدولتين وما إلى ذلك. أنا حتى اللحظة يعني بعتقد أنه هذه الصفقة هي مفصلية، قبولها أو عدم قبولها، خاصة أني أتوقع من حركة حماس قبول هذه الصفقة، قبولها ولكن قبول مشروط متعلق في مسألة طول الهدنة لأشهر، ومعتقد أيضا متعلق بالضمانات اللي مطلوبة دوليا وتحديدا أمريكيا وغربيا من أجل وقف العدوان في نهاية هذه الصفقة. ولا أعتقد أيضا أنه الإدارة الإسرائيلية ستقبل هذه الصفقة، الإدارة الإسرائيلية ستقبل هذه الصفقة على إطلاقها. أعتقد أنه الإسرائيليين برضو راح يعملوا بعض الشروط القبول المشروط. هلا الفشل هذا يعني الدخول في أزمة علاقة ما بين بايدن ونتنياهو وبين الحكومتين، وهذا يعني الدخول إلى الساحة أو إلى دخول الإدارة الأمريكية إلى محطة التدابير أو الضغوطات على الإدارة الإسرائيلية من أجل تنفيذ الرؤية الإسرائيلية أو من أجل تنفيذ الرؤية الأمريكية فيما يتعلق في القطاع وإنهاء العدوان. أستاذة أسماء، لو تحدثنا عن أن الاحتلال استطاع اعتقال عدد من الشباب خلال المداهمات خلال الأيام الماضية، هناك إصرار من قبل الاحتلال على اعتقال المزيد من الفلسطينيين في الضفة الغربية، ربما سيخدم عملية تبادل الأسرى بين الكيان المحتل وبين قطاع غزة وأيضا من ضمنها طبعا الضفة الغربية. سأبحث هذا الموضوع معك وأبحث مواضيع أخرى متبقية مع ضيفينا الكريمين، ولكن سأذهب إلى فاصل قصير ونعود بعده إن شاء الله. Value of peace. And today we are all heartbroken
for the suffering of the Palestinian people. And I call today in this chamber for an immediate ceasefire, for dialogue. Shame on you! Shame on you! Civilians across the world. When you're looking at the 500,000 people starving to death, are people that should. أهلا بكم من جديد في هذه التغطية المستمرة. توقفنا عند الأستاذة أسماء. أستاذة أسماء بدقيقة لو تفضلت بذلك، لماذا يصر الاحتلال على اعتقال المزيد من الفلسطينيين في الضفة؟ هل بسبب صفقة تبادل الأسرى تعتقدين ذلك؟ بدقيقة لو تفضلت بذلك. نعم، يعني عمليات الاعتقال اللي منذ 7 من اكتوبر حتى اليوم يعني هي كانت بعده اهداف، منها اعتقال النشطاء الصحفيين واسرى محررين، لكن اذا يعني نظرنا الى استمرار هذه العمليه وارتفاع عدد المعتقلين لاكثر من 6500 فقط منذ 7 من اكتوبر حتى اليوم، وبالرجوع الى او الى صفقه شاليط، فان يعني عمليات الاعتقال واعداد المعتقلين وأعداد الأسرى أنها غير متأثرة بهذه الأرقام. فمسلسل الاعتقالات هو مسلسل مستمر في الضفة الغربية، وبالتالي الأسرى حتى لو يعني الأسرى صفقة شاليط يعني تم الإفراج عنهم وخرجوا في الصفقة للضفة الغربية، إلا أنه كانوا هم معرضين للاعتقال وفعليا تم إعادة اعتقالهم. وحتى يعني في صفقة الهدنة مؤخرا التي كانت خلال أيام الهدنة أيضا تم اعتقال مؤخرا قبل أسبوع اعتقال الطفل يوسف الخطيب. وبالتالي أنه الصفقة هي غير مرتبطة بأعداد الأسرى. الصفقة إشكاليتها فيما يتعلق بملف الأسرى بالنوعيات أو الملفات الثقيلة اللي يرفض الاحتلال مناقشتها. أستاذ جاد، نتنياهو مصر على خطته لعملية عسكرية في رفح، ولكن في هذا السياق هل يمكن إقناع المقاومة لقبول ورقة باريس لتبادل الأسرى والهدنة؟ بدقيقة لو تكرمتم بذلك أستاذ جاد. أن المقاومة تستطيع قبول هذه الصفقة إذا تضمنت شروط المقاومة، وهي انسحاب قوات الإسرائيلية إلى ما قبل 17، وربط الضفة مع القطاع وعدم تكرار الهجوم والاعتداء عليها. ثالثا، ربط موضوع المحتجزين والأسرى بصفقة شاملة ووجود ضمانات دولية. فيما عدا ذلك فأنا لا أعتقد أن المقاومة عليها أن ترضخ للضغوطات التي تمارس من قبل الولايات المتحدة. نعم خاصة دكتور رائد، بدقيقة بأقل من ذلك لو تكرمتم، مبادرة باريس في صالح المقاومة؟
مبادرة باريس في صالح المقاومة إذا اشتملت على الموافقة المشروطة على الآتي: أولاً أن تكون فترة الهدنة الأولية هي فترة ممتدة لأشهر، وبالتالي المراهن على تغيير الوضع في داخل الوضع السياسي الإسرائيلي نتنياهو وسحب البساط من تحت نتنياهو، وإعطاء الوقت للأوروبيين والأمريكان للضغط على حكومة نتنياهو في التغييرات. ثانياً أن تكون هناك ضمانات دولية وإقليمية وأوروبية، والأهم والشرط الثالث الأهم اللي هو موضوع ورقة الأسرى، اللي هو إبقاء عدد كافي من الأسرى الإسرائيليين لحين انتهاء من كافة المراحل، لأنه هي فعلا ورقة الضغط الرئيسية على الحكومة الإسرائيلية. عبر سكايب من الضفة الغربية مدير معهد الأبحاث التطبيقية جاد إسحاق، وعبر سكايب أيضا من الضفة الغربية أستاذ القانون الدولي الدكتور رائد بدوية، وكان معنا عبر الهاتف كانت الأستاذة أسماء هريش من رام الله الصحفية الفلسطينية. الشكر موصول لحضراتكم مشاهدين الكرام، إلى اللقاء.